بعيدا عن موضوع ابناء الفنانين خالص، وكمان بعيدا عن ان الموهبه ممكن تكون وراثه، ضفتي النهارده بدور بسيط ولكن تقدروا تقولوا كان مركب، مشاعر مختلفه، خوف وحب وقلق، ده طبعا غير تعبيرات وشها اللي كلنا كجمهور صدقنا فعلا شخصيه نانسي وتعاطفنا معاها جدا في مسلسل حرب اهليه. النهارده معانا في الاستوديو باسنت سيام. باسنت منورانا النهارده في لايت شو. ميرسي ده نوركم. طبعا ببارك لك على المسلسل حرب اهليه ومسلسلات ثانيه كتير، يعني شبر ميه واعمال كتير قدمتيها. مبسوطين بيكي وسنك صغير وقدرتي تاخدي خطوات كويسه قوي تحسب لك طبعا، ولكن خلينا الاول اتكلم عن تعاون مع المخرج سامح عبد العزيز. ترشيحك جه ازاي للمسلسل؟ هو استاذ سامح، انا بعمل عرض اسمه سينما مصر مع استاذ خالد جلال، وطبعا معروف ان مركز الابداع استاذ خالد بقاله سنين بيعمل مسرحيات وبيجوا مخرجين ياخدوا وجوه شابه من عنده في المسرح. فجه استاذ سامح وقال عليا كلام كويس جدا وخلاص ومشي ونسيت الموضوع. كان حاضر العرض عادي؟ عادي جدا، والكلام ده قبل حرب اهليه بخمس شهور. أوكي. وانا كنت بجد نسيت الموضوع. فطلع هو خلال الفتره دي كلها ما كانش لسه بيحضر حاجه، فاول لما جه المسلسل وانا كنت من اول الناس اللي مضت المسلسل ده، راحوا على طول كلموني وقالوا استاذ سامح عايزك في دور نانسي. فانا كنت مبسوطه جدا جدا انه يقعد كل ده يعني مخرج بالظبط، ومخرج انا نفسي اشتغل معاه من زمان واعماله كلها حلوه وبتحقق نجاح كبير، وانه كل ده فاكرني، فدي حاجه بسطتني